بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجيت درس ويس 29 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. السند نهضر في أحكام المسبوق. فحصم أيث مثلا الحمد لله ثقي من رحمة الإسلام ومن تيسير الإسلام بنادم ما إلا إلحق داك ذي الإمام تظلث كاملة أكني خير. أما تظلث المغرب نغ العشاء نغ الفجر نغ الصباح نغ الطهر نغ العصر تظلث تلحق كاملة. وزران بلي صلاة الجماعة تفضل، يعني ثيف صلاة الفذ المنفرد أشحال 27 درجة، وفي حديث آخر 25 جزءا. إذن وجد الترغيب باش بنادم يحرص أين ميزمر باش وتتفثر تظلث الجامعة ثقي سمزورو ثدن السميثي سيس، يعني إخواني والكرام أي أردني غاولاقي باش الإنسان في تجارته مع الله يحرص على تحصيل أكبر قدر ممكن من الحسنات. أثنفعنت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فصر بطنا وضياك ما سعد بين، يعني هذه فرصة تغنيت سنتو ذرثيس باش يعبد الله هذه الظال، ومدام يزول أكذ الجامعة يسعى الأجر أكثر من صلاة الفذ صلاة المنفرد، لدرجة أنه ما يليون يزول وحدس طهور مثلا القخام يزول وحدس أم بعد يفد فكر جامعة تظلم. أما ذي الجامعة ما بر الجامعة، جامعة مستحب باش أذي الظل وكل الجامعة باش أذيوي الأجر أجر الجامعة. وثمسة تقين سقرشيت سدي دروس نعدان لأن ذي الفقه الإسلامي عموما وذي الفقه المالكي خصوصا ما يلايون يزول طهور وحدس ذمته بريئة. لو كان ذي مثل يتحسب ربي في الطهور دائم يزول ما تشيد الواجبة ذي عيود التظليث أكد الجماعة، ولكن يلها على وجه الاستحباب أذي عيود التظليث نسفه مدايث مثلا تزرى تظليثني في السنة ثم يقعوذ. يا إما أتتوحسف ذي النافلة ثم زورتك الظل ذي الفارضة في السنة يقعوذ أكد الجماعة ذي النافلة، يا إما ثم زوار وثنيك زول وحدس أتسو حسب ذي النافلة ثني زول جماعة سيناريو بالفريضة صافي خطر نتاتيك ساعة لا جراتاس جماعة في ثلاثة. يا إما ذا جفار يعني في السنة ثني أتجفر أين نقصن ذي ثم زواروث كل من الظل دني استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما كاسن قرار بياني خصا عفويا مادام الظل في السنة ثني قعاوذ جماعة صافي ثنا ذا جفار إذ جفر أين خصا ذي الظل ثني ثم زول ثيك الظل واحد يصدق خان فالذن منفردا. ويس أربعة الحل ويس أربعة ذا شوث ذا التفويض، يعني ما كنا استقرار ذي ربي سبحانه مفوض فوضه كربي للصلاح في كيفيت ما تظلي في الظل خام وحدس وحدي تينيك ساعة نجر لجر ذا مقران بلك تينا ساعة الخشوع أكثر والخشوع ذا الروح تظليف قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أستنى ربي ما تسينا إكس عن لجراتاس
حسبيت تريد الفرض في السنة النافلة ما تزرد ربي سبحانه باللي في السنة نزول الجماعة إكس عن لجرطاس تسنى أريلين ذو الفرض في نزول الغخان تغار ذو النافلة لأن ربعا الحلول يا ربعا يجي لن ذي الفقه المالك يا ربعا يجي لن ذي الفقه المالك باش نزر يعني تظلث الجماعة ذا شو من الفضل إسعى ثلاث نغال أحكام المسبوق ما يليون يروح دغ الجامع ولا قرد يسديك سيدي رئيس تزلا ممكن يلاحق بين الخطى ولكن لا يسريع ولا قرد يزل وهذا الأمر ذكرناه فيما سبق فما أدركتم فأتموا في رواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا ونناد الاختلاف قلان الروايتين فقضوا فأتموا يبدا تصو سقردش تصن تمثال إذ يبي ير الفقهاء ثورا نروح نتقيد مباشرة بما ورد في متن ابن عاشر في أحكام المسبوق إناد وأحرم المسبوق فورا ودخل شو المعنى يس المعنى يس المسبوق مش مديون غير الجامع يفاد الجامعة لا تظلان الإمام يتظلك في الجامعة وينك ناد يسن متأخر يتوزوار مسبوق وجي أشو دينا ابن عاشر وأحرم المسبوق مباشرة أديوي تكبيرة الإحرام باش هذيك شم تظلف هذيك شمك ذي الإمام فورا أشو المعنى يس فورا مباشرة يبضد كذيك شمر الصف ما شذي قيم ذيهن ذفيرة ذي يرجو أذي والي أسيني يدرى ما ذرك عثان جاروث نصام زواروث ولي زرارة خطر زمر سيني إيه بارك تقيت سان جاروث دي الشيخ رفع من الركوع أثنى دي التحيات هي إما دي نتسال مس تحيات اني تشهدني ذا مزوارو نغد تشهدني ويسينا نقارو السينا درجو ما إلا ورقضي عارثة الظليث أظل وحدي وخلاص خاطي أدخ شمض مثل حقض يوثن الركعة فقد أدركت الصلاة يعني أدركت فضل الجماعة ميليون ذي العيشة تسعة أربعة ركعات فثنتت ثلاثة ميلح قد يوث ركعتين جاروث يبين فضل الجماعة يميلح قد الإمام ذي الركوع أدرك ركعة بسجدتيها نغ ركوعا بسجدتيه فقد أدرك الصلاة يعني أدرك فضل الجماعة وقي ذا الرحمة من ربي سبحانه عز وجل ونحضرت في ثمسة تقيذ وجه من وجوه الرحمة أيضا ند مثلا يقول ما يزول صلاة العصر في الوقت الضروري طبعا لا يجوز تأخير الصلاة من وقتها لاختياري إلى الضروري إلا لأسباب عشر أسباب أشرنا إليها فيما سبق ما إلا إذن الأصل هو عدم الجواز ولكن يجوز لسبب من الأسباب العشرة التي أشرنا إليها سابقا ثورة ما إلا أدرك ركعة يزول كان يثنى ركعة يزول واحد العصر أم بعد إسلام اللذان صافي شمخة المغرب يوثي زوليت ذي قبل ذي الدن المغرب يعني زوليت ذي الوقت الضروري في آخر الوقت الضروري للصلاة صلاة العصر أم بعد أدرك ثلاث ركعات خارج وقت العصر ولكن مع ذلك فقد أدرك الصلاة معنى الوقت أني يتسمى أداء لا قضاء تشفع ذكر ركعني إذ الحقظ
هكا يعني ابن عاشر رحمه الله انك ادك شمض اشمك للامام فورا ودخل مع الامام كيفما كان العمل يعني في اي حال في اي وضع في ركوع في سجود في التشهد الاول في التشهد الثاني لا يهم يقيم ثورا ما الا ادرك ذي الركوع نغذي السجود ذاكي ياتي بتكبيره الاحرام طبعا ما يفتد قائما عفوا ما يفتد في يعني ذي الركوع نغذي السجود يكبر تكبيره الاحرام سالك شمت ظليت وذير تكبيره اخرى للركوع او السجود باش يدخل في وضع في هيئه من هيئات الصلاه. إذن ادعي له خمسلتين ما الا يون يلحقد الامام ذي الركوع ولا ذي السجود. اديني الله اكبر تكبيره الاحرام باش يريش من ظليت ودير له في السناث باش الركوع ولا غير السجود. ولكن ما الا يفاتد وإذا أدركه أدرك الإمام قائما أو جالسا للتشهد الأول أو الثاني فيكبر تكبيرة الإحرام فقط. ذا شو المعنى بوال؟ ما يفسد ذي الركوع نغذي السجود هذه خدم تكبيرة مزوروث للإحرام تكبيرة الإحرام هذيك شمت ظليت تكبيره في السناث الركوع غير السجود. ولكن ما يلحق الامام اما يفد قائما نغيو فاتيد جالسا التشهد الني ام زوارو مريض زاد ركعتين مثلا المغرب زاد ركعتين هذه قيمه التشهد التشهد الني نقالوا التشهد والسين ذاكي يكتفى بتكبيرة الإحرام فقط مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا ذي ثوري في كده الشرح مكبرا إن ساجدا أو راكعا هذا ألفاه لا في جلسة وتابعا ذا شو المعنى مكبرا إن ساجدا أو راكعا وقيل المعنى بول قدني ثورا هذه كبرت كبيرة الإحرام باش يريش من ظليت وهذه كبرت كبيرة في السناث الركوع نغي السجود الفاه يعني يفاتيد لا في جلسة طبعا ذاكي طبيعة المتن تقتضي الاختزال ودينا في التشهد الأول نغفي الثاني يكفي هذا لا في جلسة معنى ما يفاتيد في جلسة الجلسة الأولى الثانية وري خدمة لا ذي خم كانت كبيرة الإحرام تمزورث وتابع ذا شو المعنى ذاكي؟ ذاكي المسبوق تلزمه متابعة الإمام ولو كان في ضياف التشهد انقالوا ولا قال سيدي مادام التشهد انقالوا سيدي فوت فار قميز قميزس ألما يفوك ميكسلم أتكرض باش تقضي ما فاتك تقضي ما فاتك وطبعا ما كيف الدنيا دائما الفقه هنا يعني هذه الكتب الله يبارك الكتب المباركة هذه تعلمنا الفقه وتعلمنا الأدب تعلمنا الفقه والأدب في الوقت نفسه. وبعدين طبعا ما إلا يلحق ذي التشهد انقالوا ذينا ذي عاود يكون زارتيس كاملة الإمام ميكسلم نسى ذكر هذه يدوي يعني ياكل فالظليثينس كامل اما الطهور اما العصر اما المغرب اما العشاء. اشو دينا؟ ان سلم الامام قام قاضيا يعني القضاء في الاقوال والبناء في الافعال ايضا وهذا ايضا لا نعيده لانه شرحناه وثقي التفصيل الذي ذكره السادة المالكية بالنظر إلى الحديثين أو روايتي الحديث المذكور فاقضون فأتموا إن سلم الإمام قام قاضيا
أقواله وفي الفعال بانية، يقذق في الأقوال مثلا في القراءة، يعني صفة القراءة، إن جهرا فجهرا لسان فسر مثلا، ما يليون يلحقد ذي العشاء الركعة في السناث يشمد يركع يلحقد ركعة في السناث يخيل العشاء الساعة 4 ثفاثيت مزواروث هو أدرك الركعة الثانية. ما المقصود هنا؟ هذا قيل القضاء في الأقوال، المعنى يسمي ميكسلم الشيخ أذكر باش دياوي الركعاني ثام زواروثي في فاثن. القضاء في الأقوال هذا يقتضي الإتيان بالقراءة بصفتها، إن سرا فسن وإن جهرا فجهرا، ما دام ركعة في فاثن ركعة جهرية في انتفاثن ركعة ثام زواروثي جهرية أدغر الفاتحة أو وما تيسر من القرآن جهرا أكني ثلا. وبعدين شو دينا؟ كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل، يعني إذا أدرك مع الإمام ركعتين ركعتين مثلا، يعني أدرك الثالثة في الرباعية، أدرك الثانية في المغرب، إما أدرك الثالثة في الرباعية أو الثانية في المغرب على سبيل المثال، ذاك الشيخ يخدم المسبوق يقوم مكبرا، يقوم مكبرا. بعدين شو دينا؟ والسهو إذ ذاك احتمل، بمعنى بعد ما ينفصل عن الإمام، يعني الإمام سلم نتسى يود في ركعة في صفات، أما يود ثم سنة ثم ثلاثة، إما يغلظ سها هذا المسبوق، هل الإمام يحمل عنه خطأه؟ الجواب لا، يعتبر في حكم الفذ أو المنفرد. أسمي ذاك الإمام إلا وين يرفض فيك الإمام، هذه مسألة أيضا ذكرناها، هناك أمور يتحملها الإمام شرحت فيما سبق، ولكن ذي الحكمة يديوسن في المسبوق، ما إلا الشيخ يسلم أم بعد المسبوق هنا ديوسن لكن فاثنت تصركعات يكر لا يخدم لا يقطر ركعات النيس فاثن، ما يغلظ الغلطة عند يعني سها سهوني إلى قاس يخدم السجود وسيقران كين الإمام يحتمي يحمل عني، لا لا أثي حسبا ما كين الظل وحدس خطر أين سيظهرنا كين يضرايس بعد مي الإمام يكفى صافي. وقيل المقصود والسهو إذ ذاك احتمل، بمعنى إذا سهى المأموم المسبوق بعد الإمام فالإمام لا يحمل عنه، فحكمه حكم الفذ أو المنفرد. ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعدي القضاء بعد السلام. شو المعنى ويسجد المسبوق قبلي الإمام؟ إميلا الإمام إلى قد يخدم سجود السهو القبلي، وكذا شرحناه مثلا أنا هضر فيه واحد اسم بعدين وراء الإمام، والحكم هو هو، ما يليون مثلا يزول صلاة المغرب يزول صلاة الركعات أريق مرا التشهد يكر باش هذه الزلت في الثلاثة، ذا شو سيظراني واقي يسنغص دي الظل فيس، ذا شو يسنغص يسنغص التشهد الأول وري قمالة ذي ثلمس نظل فيس بعد مقزل الثلاثنا الركعات ثلاثة ذاكي إلا قد يخدم أذي رقع فظل فيس
سجود التثوث سجود السهو واذكر ربك إذا نسيت وقيت أترقع بشار يخدم قبل أذي السلم نتسى أذي خدم ركع سجدتين يسجد سجدتين وهو مخير بعد إتيانه للسجدتين يا إما يأتي بالتحيات وحدها بدون صلاة الإبراهيمية يا إما لا يأتي بالتحيات لا يأتي بالتشهد لا يأتي به بمعنى أذي خدم سجدتين وفقط وذي سلم النغ أدي وكان تحياتني ودي تسوارا صلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت إلى آخره في تسويرا نمس فهم ذاك الإمام ميلا إلى قد يخدم سجود التثوث الإمام ولكن هذه السجود قبلي لازم المسبوق هو أيضا يسجد سجود السهو القبلي مع الإمام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ما يقدرش يقول له أنا ما صار ليش خطأ ما نقصش الإمام يسجد المسجد لا لا راك دخلت مع الإمام لازم تنقاد إنما جعل الإمام ليؤتم به الإمام لكن يخدم نخدم ذعيث وقيل المقصود ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه إذس يعني وبعدي قضى بعد السلام إما إلا الإمام مثلا يخدم إلى قص سجود السهو البعدي يزقذ مثلا ركع ركوعين أو جاء أتى بالركعة الخامسة في الرباعية أو ركعة الرابعة في الثلاثية أو ركعة الثالثة في الثنائية يزقذ صفي الإمام فرك شيل في صد مسبوق زوارك الإمام فرح شرك عن غصنا أثناء كيف أثن الإمام ما لا يكفو ظليث الدين السلام عليكم السلام عليكم شيل إذا أنسى ذا شر يخدم يسجد سجود السهو البعدي خطر إلى قد يسجد يزقذ يزقذ يظليث شذا قلت ساعة نذارة مكسلم الإمام يظل قاش باش تروح ضد غرمض أين كيف ثم الركعات يظل قاش ذاين وخدم لي سجود السهو البعدي روح غرمض قضو في ركعتين كيف ثم أم بعد مثك في التظليث وبعديا قضى بعد السلام وبعديا يعني مثك في التظليث الشيني تسلم ظل الشيني تفلسي الظليث ذينا أتخدم سجود السهو البعدي وينك اللي يخدم الإمام وكذ المأمومين ثورك شا تخدم بعد لانت لي بريوريتي ميزوار نشغال زوار قبل ذي ركعة في كيف هثن من بعد أتخدم سجود السهو البعدي وطبعا صياغة ابن عاشر كسائر العلماء والفقهاء كانت صياغة محكمة صياغة دقيقة صياغة مختزلة مختصرة معتصرة ميسرة ميسرة سهل ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعدي قضى بعد السلام أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد فكذا مسألة دقيقة جدا أدرك ذاك السهو في الحقض السهوني أو لا قيد إليه من لم يحصل ركعة لا يسجد وقي إيوين دي الحقا ولو كان ركعة يسمى في ركعة في الحقض ركعة كذا الإمام في الشمضي ذس السجود تفصيل قيد نفكة أتخذ مض إما إلا لم تحصل ركعة ثو سيض ذنجارو ثو فيض الإمام يخدم تشهد وسيننجارو الشمضي ذس لقد الشمضي ذس وهذا من الفقه ومن الأدب ومن الذوق الشمضي ذس
أتراجو ذا في كردين يسلم معليك فضل يفيس شيني أود الحق ضارا ولا ذيوث من الركعة ذاكي أرخ الدمارة السجود خطر يغر ذاين ولاش شيني أود الحق ضارا الحق ضارا ولا شيء لذلك إنك قيدوا في كنس القيد ذاكي ذا شو القيد من لم يحصل ركعة لا يسجد سوى ما إلا تخضمض الشيني معنى كلمة قلت لا يسجدوا تنسحبوا على الخطأ الذي صدر الإمام من الإمام حال صلاته بالمأمومين أنت يجري عليك ما يجري على الإمام إذا أدركت ركعة على الأقل ولكن مد الحق ضر حتى ركعة فأنت في حل من ذلك وتتحمل ما يصدر منك من سهو سواء كان قبليا من سهو ليرقع ليؤتى بالسجود سواء كان قبليا أو بعديا كما بينا ثراني وضع البيت رقم 80 وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام هذا شو المعنى إيس إذا طرأ على الإمام ما يبطل صلاته ميل الإمام تبطل الزلثيس يعني الإمام تبطل الزلثيس طرأ عليه ما يبطل صلاته ذا شريخ خدم نكمل البيت وايض من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب إلى آخره المذ البيت تنقلوا البيت رقم 180 ذاكي إذا طرأ على الإمام طارئ يبطل صلاته ذا شريخ ذاكي يستخلف الإمام أذيفة يستخلف أدي جفذ يون يقلن ذفيرس باش هذي كمل فظليث أليس كذلك؟ إما يلو دي جفيذارة أمشي رخذ من المأمومون هو الإمام طرأ عليه طارئ غسل الوضوء خرج من الصلاة هو المفروض يستخلف أدي جفذيون سي المأمومين باش هذي كمل تظليث إمو دي جفيذارة خرجوا خلاص يعني يجوز للمأمومين باش كل واحد يكمل وحده يصلي منفردين هذا واش كاين وحل منطقي معقول شرعي إما الإمام يستخلف إما المأمومون يقدمون أحدهم يلا يولي دقيقة يتقدم ممكن يودي هذه الطبيعية ونسيني روح شيني باش هذه الظل يقدمون أحدهم وإذا أكملوا صلاتهم منفردين جاز إما إلى ظلم كل واحد سيجوز مفهوم ما عدا في حالة واحدة صلاة الجمعة الجماعة شرط في صحتها ماذا الجمعة هو الإمام صلى ركعة وبعدين صلى حاجة وخرج أما صلي وش منفردين عندنا دو سوليسيون حلان يا إما الإمام يستخلف لأنه كي نقدم خطر صلاة الجماعة الجماعة شرط في صحة الجمعة وبعدين شو دينا تقديم مؤتم هذا إذا لم يستخلف هذا إذا إن بادر الخروج منها ندب وبعدين تقديم مؤتم يعني يون يتم بهم باش هذيك ما تصليت فإن أباه انفردوا أو قدموا انفردوا المعنى يكملوا صلاتهم منفردين أو قدموا يقدموا واحد من المأمومين ليكمل صلاة الجماعة والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.